حياكم الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج المونديال في الجزائر الخاص بمونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة الذي بدأ عد التنازلي لإصدار الستار عليه بمرور مباريات الدور النصف النهائي عشية اليوم وإقصاء كل من حمل اللقب، فرنسا أمام منتخب الدنمارك وأيضا ألمانيا أمام منتخب إسبانيا. نهائي سيكون على غير توقعات ربما ضيوفنا بين إسبانيا والدنمارك يوم غد بحول الله. سنتحدث بالتفصيل عن مباراتي النصف النهائي رفقة ضيوفي دائما بوبكر زرماني حارس الدولي السابق لكرة اليد. أهلا بك يا بوبكر. السلام عليكم. بجنبه أيضا رياض المان. أهلا بك رياض. السلام عليكم. وفي الجهة المقابلة أمين بن مهني. أهلا بك أمين. شكرا طارق وأهلا بضيفينا اللي اعتدنا عليهم. نعم، إذا نبدأ الحديث عن المباراة الأولى من دور النصف النهائي. فرنسا انهزمت أمام منتخب الدنمارك في مباراة ثانية جمعتهما خلال هذه الدورة، لكن الحسم كان للمنتخب الدنماركي بفارق 3 أهداف ب37 مقابل 34. نتابع الجدول الخاص ربما. نعم، هذه الصور الخاصة بهذه المباراة. لو نعلق بوبكر على هذه النتيجة، أمس ربما نرلي ربحت الرهان، يعني أنا قلت إسبانيا الدنمارك، تقلت فرنسا ألمانيا. الدنمارك نعم، الدنمارك ألمانيا، رياض قال فرنسا ألمانيا. بوبكر، يعني بالنسبة لمباراة فرنسا الدنمارك، هل كنت تتوقع، يعني شهدنا يعني دنمارك آخر مغاير مباراة أخرى عن دور الأول، أول مرة أنا شخصيا يعني فريق يلعب طوال مباراة كاملة ب7 عناصر في الهجوم. ما كنت موقع يعني تكون مقابلة قوية وين دنمارك يفوزوا وين 7 مع 6 في اسكندنافيا، يعني عادي. شفنا الفريق النرويجي في فينال، يعني في النهائي في البطولة تاع 2017 في فرنسا ضد فرنسا، لعبوا قريب قاع المقابلة، قاع المقابلة 7-6. هي خطة مدروسة، يعني ماشي داروها الأسبوع هذا ولا عندها شهر، عندهم ولفوها يعني ما داروا حتى غلطة في كي يخرج الحارس كي يدخل اللاعب، ولا كي يدخل سورتو كي يخرج اللاعب باش يدخل الحارس، ما عطوا حتى حد للفريق الفرنسيين بعد التهديف يعني، ولا بعد وكان ضيعوا الكرة باش يسجلوا مباشرة. يعني هذا يبين بالكرة الدنماركية يعني في تطوير دائم، تطوير دائم، يعني كانت مقابلة رائعة عن الفرنسيين كذلك. يعني شفنا الكاليتي تاع كورتيت تاع طراز عالي عالي جدا جدا، حتى يعني في نسبة الأهداف 37-34 في كل نواحي، في كل نواحي، في الدفاع، في الهجمات المعاكسة، الحراس، تكنيك، يعني دي شونجمون تاكتيك، يعني كل المقابلة، يعني لاعبين في هذا العمر هكذا يلعبوا في المستوى هذا، يعني شابو، حاجة يعني حاجة رائعة جدا. بين قمتين نهائي البرازيل الرياض تعود يعني مرة أخرى، فرنسا الدنمارك. يعني الدنمارك لما نشوفوا النتيجة 37-34، منتخبان قويين يعني يسجلوا هذه النسبة على الأهداف تؤكد كل شيء، مباراة مفتوحة يعني هجوميا سحقا، لما تشوف 37 يعني هدف مش سهل أمام منتخب فرنسا. أول شيء احنا تفاجأنا، أنا بالأخص أنا تفاجأت بالمردود الفريق الدنماركي لأني تابعته في القاعة البيضاوية مع الفريق الفرنسي. في المستوى العالي الكرة ضيع الكرة ثانيتين ثلاث ثواني، إذا ما ترجعش يقولوا يسجلوا عليك هدف، لأنه هذا فرق الأهداف اللي تسجل الأهداف، كثرة تسجيل الأهداف. منتخب فرنسا يتلقى هذا العدد يعني أول مرة يتجاوز 30 هدف، يعني كان مباراة ضد منتخب المصري على ما أظن، نعم ضد المنتخب المصري 36-30، يعني ما تجاوزش في هذه الدورة ما فقش يعني تلقي الأهداف. وزيد شفنا شغلة ثانية، أنه الفريق الدنماركي الشوط الثاني اللي غير من الدفاع تاعو لعب على شكل 3-3 الفوق، ولا مرة المدرب الفرنسي كان يقدر يدمج نفس الطريقة حتى يحتم عليه باش ينزل. الشيء الثالث اللي قدرنا نلاحظه انه المدرب المنتخب الفرنسي لما انتهج طريقة 3-2-1
وما لعبش 5-1 لعب 3-2-1 ونقلل من المردوديه 7-6. انا يعني كنت نقول مع نفسي كنت نقول كانه دفاع متقدم يعني باش يغلق يعني هذاك الواحد الزايد هذاك يقول ما عندوش تاثير دائما كاين واحد تأثير. دائما كاين اللي زاري راه معاه ويقعد السنترال باش تشوف باش تشوف انه كاين فرق عندهم فلسفه ويمشوا عليها ويقراوا المباراة. نعم نتابعوا ربما تصريحات اللي سجلها من بن مهني المنتخب الدنماركي حول هذه المباراة. المنتخب الفرنسي يملك لاعبين جيدين ومهمين، لكن اليوم كنا نحن أيضا جيدين جدا، بل كنا أفضل منهم، وهذا ما خلق الفارق أمامهم. هو أمر خرافي ما حدث اليوم، وأمام هذا الجمهور لا يمكن وصف شعورنا. كان له الفضل في مساعدتنا للفوز على المنتخب الفرنسي، بالإضافة إلى تغييرنا لخطة اللعب، وهو الأمر الأمثل في مثل هذه المباريات. أمين، ربما ماذا سجلت أنت في هذه المباراة من نظر المستوى العالي الذي شهدته هذا اللقاء الأول من دور نصف النهائي؟ نقدر نقول طارق اليوم أنه فعليا اليوم بدأت البطولة أو المنافسة، لأنه في قاعة حرشها ما كانش مستوى كبير باستثناء وما سيطرة مطلقة للمنتخب الإسباني إذا جمعنا نقاط المجموعتين الثالثة والرابعة عكس المجموعة الأولى والثانية اللي ثلاثي يصل للمربع الذهبي. هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية، مباراة سريعة جدا سواء الأولى أو الثانية. كما قالوا الخبراء أهداف كثيرة سجلت وفرص كثيرة خلقت وضيعت، تألق الحارسين سواء للمنتخب الدنماركي بشكل خاص أو حتى للمنتخب الفرنسي. لقطة هذه من بين الأخطاء القليلة التي استثمر فيها المنتخب الفرنسي لما يلعب بخارج الحارس ويلعب بسبعة لاعبين في الميدان. على الأمور التقنية المنتخب الدنماركي ربما حسم المباراة من على مستوى الأجنحة. الأجنحة كانت اليوم فعلا أجنحة طائرة بالنسبة للمنتخب الدنماركي. أيضا اللاعب رقم 25 مولير لاس خلفي المنتخب الدنماركي وحده سجل 11 هدف من مسافة 11 ولا حتى من 9 أمتار. دفاع المنتخب الفرنسي ربما قعد متكتل على مستوى خط 6 أمتار باستثناء أنه كان يلعب 5-1 لما يشوف تقريبا الخلفي هذاك يعني شكلهم مشاكل كبار. منتخب الفرنسي طبق 5-1 ولكن نساء الأجنحة هي اللي صنعت الفارق. شفنا حتى هجمات مرتدة منها ما كانت يعني ضائعة ومنها ما كانت مسجلة. هل على مستوى الدفاع التمس أو لمست ذاك المفاجأة أنه المنتخب الفرنسي تفاجأ بطريقة لعب المنتخب الدنماركي؟ أكيد، خاصة لو يشوف المنتخب الدنماركي هو من بادر لافتتاح النتيجة، وبالتالي كان كما نقوله بالعامية كان حار في هذه المباراة. حسب التصريحات المباريات لا تشبه بعضها البعض. مباراة في الدور الأول تقريبا غيرها تماما في المباراة الثانية. نقدر نقول مفتاح فوز المنتخب الدنماركي اليوم كان تقنيا أكثر منه شيء آخر، وأيضا العزيمة وربما الأجنحة كما قلت طارق هي اللي صنعت الفارق عكس المنتخب الفرنسي عفوا اللي دائما كان بصعوبة يعتمد على محور الدفاع المنتخب الفرنسي. إذن المباريات لم تكن مشابهة. في الدور الأول المنتخب الفرنسي فاز ب30 مقابل 22، يعني فرق 8 أهداف، واليوم لما تلحق للنصف النهائي يعني الامور كلها مغايره. شفنا باللي الدنمارك مع فرنسا يعني في هذا المستوى تاع الفرقه، باللي الدنمارك يعني واش يدير الفيديو واش يدير القراءه الجيده للمنافس الاناليز يعني تاع التحليل تاع الفرق، تحليل تاع اللاعبين يعني واحد بواحد واللاعبين كفريق. وين شفنا الدنمارك كملوا من الدقيقة الأولى حتى الأخرى بالدفاع تاعهم هذاك شبه 3-3-3-2-1 من ذاك، وين اللاعب كي يخرج المحوري ولا يديماري الأجنحة يقولوا 4-2، يعني حاجات يعني قراوهم مليح على المنتخب الفرنسي. وفي الهجوم كيف في الهجوم قراو مليح، يعني الفريق الفرنسي لقاو عندهم الحظ باش يسجلوا على الفريق الفرنسي ويربحوا المقابله هذه 7-6. لكن شفنا لي بيفو ونحطوهم الشوط الاول
حطوهم قريب على واحد قدام بعض وين صعب المهمه تاع رقم ثلاثة تاع فرنسا وصعب هلا هذاك اللي كان يخرج. شفنا باللي الأجنحة كما قال أخ رياض كانوا ناشطين كثير وأجنحة يعني كي تكون عنده الكرة يسجل 90 حتى 99% ولا 100% في نسبة النجاح. والحارس تاعهم عمل مقابلة يعني ما من الحارس الفرنسي يعني ما نقولوش باللي الحارس الفرنسي ما كانش في المستوى بين المقابلة ربما في الدورة إذا في الدورة هذه عنده نسبة نجاح 32.7% 90 تصدي في 275 تسديدة يعني نشوف أوكي 32 يعني راهو في لاموين يعني في 35 يعني راهو رائع وفوق 35 راهو في 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 ممتاز 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 أفضل منه من حيث النسبة يعني 36.6 شفنا شفنا الفريق الفرنسي عندهم هذاك مام رقم 24 كيفاه كان مصاب في المقابلة هذه ما لعبش يعني 100% في الطاقة تاعو وين كي يحكم الكرة يعني تشوف بليزير كيف يوزع كيف يجري كيف واللاعبين الاخرين ثاني يعني مقابله في 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 المستوى العالي. المستوى العالي. نتابع اذا ما قاله لاعبو المنتخب الفرنسي وايضا المدرب عقب هذه المباراه. سي جامي سام دو جوي دو فوا لا ميم ايكيب. فوالا اون ا يو ان اوتر فيزاج دو دانمارك افيك دوتر استراتيجي اي نوتامون لو 7 كونتر 6 فوالا دونك اون ا On a été en difficulté par rapport à leur attaque à 7 contre 6. On a été, nous, un petit peu plus en difficulté dans le duel tir à gardien. Et voilà, il n'y a pas d'autres excuses à aller chercher ou d'autres analyses. Ça a été compliqué tout le long. Ils nous ont attaqué à 7. On n'a pas réussi à garder la tête froide. Ça a été compliqué tout le long du match. Ça a été dur. Bah, déjà, on a été surpris qu'ils jouent à 7 durant tout le match. Ils ont très bien joué et félicitations à eux. Je pense qu'aujourd'hui ils ont été plus forts. S'ils avaient joué à 6 au tour, je pense qu'on avait nos chances, mais à 7, ils ont très bien joué, donc bravo aux Danois. إذن اعتراف فرنسي بمغايرة يعني طريقة اللي لعب بها المنتخب الدنماركي قال لك هي السبب وراء انهزامنا ما قدرناش نوقفوا هجومهم. واقع اون ايتي سيربري نقول لك كانت مفاجأة لينا والمنتخب الفرنسي. زيد بزياده يعني تلعب 60 دقيقه بنفس الطريقه انا شاهد حتى يعني في الدقيقه الاخيره ولا في الثواني الاخيره والحارس جاي يخرج يعني من بعد الهجمه الهدف تاع 36 حتى قالوا للمدرب يعني مريح ما زيد خلاص يعني باش نشوفوا انه يتقنوا هذا التكتيك هذا ما شفنا ولا مره انه كان تغيير خاطئ. هذه شغله الاولانيه. الشغله الثانيه فرنسا قالوا لهم مره وحده بعد ما خطف الكرة والحارس دخل يعني تشوف المستوى العالي وين راهو يعني احنا هذه الاشياء هذوما لازم نتعلموها. هذه الاشياء لا يعني هذا درس لنا حنايا في الجزائر انه كاين هذه اللقطه اللي راهي تمر انه هذا التكتيك هذا يساعد حاب تواكب بالمستوى العالي لازم تمشي على حسابهم. ونذكر باللي سلوفينيا بطولة أوروبا أكابر طول بطولة عالم أو بطولة أوروبا لعبوا كل دورة 6-7 يعني شيء يتحضر وشيء الثاني اللي فاجأهم ما يتحضرش في وشيء اللي فاجأهم لو شفنا مليح شيء الدفاع احنا نشوف الشوط الأول كانوا أبلاتي معناتها كانوا ما يلعبوا أحدهم 9 أمتار. الشوط الثاني كانوا يلعبوا حتى 15-16-17 متر فوق لانه الفرنسيين عندهم اللي يقطفوا عندهم هذيك العصمه لوغوش هذاك يجيب الانتر ويتيري لا يا غوش دونك بلوكاو لهم كاع لي زيسباس. قراو جيدا المنتخب كانوا يلعبوا ديجا في بلا ميتون في 9 متر يخرجوا دوزيام ميتون كي شافوا مام يعني سجل كثير بدا يخرج له اكثر تاع الوسط تاع كان يبعدوا كثير وكان ملاحظه واحده في الشوط الثاني واحد 23 دقيقة 24 دقيقة كانوا رابحين دنمارك 3 أهداف الله أعلم خطأ ريسك يعني من المدرب تاع دنمارك دا تايم أوت كي دا تايم أوت شغل إلى كوبي الريتم تاع ليكيب تاعو والحق الفارق يعني الحق الفارق نقطة هذه في هذه أنا ما نوافقكش لأن المدربين كيش يقول لك
في بعض المباريات كيما هذوما يخافوا يضيعوا التايم اوت. التايم اوت تاعهم داهق 25 دقيقة. ايه باش باش ايه على الثالث على التايم اوت الثالث يقول لك ممكن يصير الدروب في الفريق تاعي، ممكن انايا هذاك التايم اوت نقدر نسترجع به او تكون عندي حل من الحلول به. حتى لو نشوفوا المنتخب الفرنسي داروا من قبل، لانه تلعب يعني تولي انت حتى وين يكون عندك دروب صح انت اخشاب لفريق تاعك في مرحله تصاعديه، والفريق الفرنسي يعني يتجارى ورا النتيجه. صح الوقت هذاك اللي داه باش ما يخسرش التمر تاعو ما يقدرش عنده حتى 25 بعد لا 25 اي روح له بصح داه موفمون اللي فرنسي عاودوا بالله عاودوا عليه يعني ما استفادش منه يعني ما استفادش منه هذاك شغل الى كوبيريت نتاع الفريق تاعو، والفرنسيين شغل جاهم انكادو من عنده سي بور سا بون هو ميم تروزيام تومور كان شايد فيها لافا كان حبي يديه كي قبل ما سجلوا 40 دقيقه له كان حبي يديه معك خلى الفريق سجلوا تما على كل حال ما داش يعني هنا ماشي غلطه ولا بصح هذه كان ريسكي هذاك واش دار كان باسكو الفريق تاعو كان فريد كان في كونفيونس وكاع باش ما يخسرش هذاك التومور داه قبل 25 دقيقه امين يعني لما نشوفوا مثل هذا المستوى يعني في دوره تقام الجزائر فرصه انه نكتشف الكره العالميه كره اليد العالميه بهذا المستوى الموجود يعني خطط دفاعيه كثيره انا ربما انت كنت حاضر في تغطيتنا للدوري الجزائري ما شفتش يعني ولا خطه في حتى احنا لينا هذه فرصه كبيره باش نتعلموا من المونديال هذا يعني نشوفوا مدارس سكندنافيا اوروبا الشماليه وبعد نشوفوا اوروبا الوسطى مع المانيا ومع المجر ومع سلوفينيا بعد نشوفوا اوروبا الجنوبيه مع اسبانيا وفرنسا وبالتالي وحتى يعني كرواتيا يعني فبالتالي يعني حتى لينا درس نولي البك للمباراه طارق حتى المنتخب اليوم قوه المنتخب الدنماركي كانت في على المستوى الذهني نشوفوا في الدقيقه 25 في الدقيقه 15 من الشوط الثاني المنتخب الفرنسي عاود استرجع زمام الامور وكان فايز ب 26 مقابل 25 وهنا الوقت اللي باش يستغل المنتخب الفرنسي العوده تاعه ولكن دائما نشوف المنتخب الدنماركي ثابت في المستوى تاعه ويلعب بنفس السيستم 7 ضد 6 ودائما يهاجم ويبادر وعكس المنتخب الفرنسي اللي كان في ذهنه انه راهو بطل العالم ولازم يتاهل ولازم يحافظ على اللقب تاعه نظن أن المنتخب الفرنسي يلعب بخلفية أكثر من يلعب بواقعية هذه المباراة. عودة لسؤالك طارق صحيح في الجزائر نشوفوا إذا نطبقوا 6-0 ولا 5-1 حتى السيستم اللي نطبقه المشكل ماهوش في تطبيق تاع الخطط الدفاعية نلعب 6-0 نلعب 5-1 4-2 دفاع الهرمي 3-2-1 ما احنا المشكل تاعنا طارق كيفاش صحيح كيفاش نطبقوا بشكل صحيح الانظمه الدفاعيه هذه سؤال ربما هذه اللي قلت لك انا فرصه يعني لنا انه نكتشف مثل هذه الامور رياض ربما انت موجود هنا في الجزائر كيف ربما تاثر علينا هذا الامر يعني لما نشوفوا منتخب يغامر ربما وليست مغامرة بما أنه محضر يقرأ المباراة بدقائقها كل دقيقة يغير ممكن يغير لأنه أنا نقول حاجة ممكن شوية كل مباراة وخصوصيتها وكل فريق لكاليتي أنت نسكت على جوار ديالو دو كان يا عندي لاعبين اللي قدامي ضد فريق اللي قدامي قاعد تير نلعب 6-0 وما عنديش حارس مرمى من وراء قوي كيفاش تلعب 6-0 يعني نقدر نقول انه ما فيش تفكير يعني احنا نقول تحضير انا نقول لك المدرب يفكر نلعب مع فريق هذا نلعب مع زي هذا فريق عنده قوه الضعف تاعو هنا كما اليوم فريق فرنسي القابل لقوه الضعف تاعو من الوينغات حارس المرمى الدنماركي غلق من الميلات من ليزر كما نقولوا دوكا انا واش نقدر نقول هذه فرصه لينا انه لازم نتعلموا انه لازم المدرب يغامر اول شيء لازم تكون عنده خلفيه هذه الشغله الاولى الشغله الثانيه تكون عنده ان باجاج لازم يكون عنده ان باجاج سامح على الكلمه صار قابليه للتطبيق باش يعرف هذا الامر يعني قابليه للتطبيق اصلا للمعرفه لا ريشيرش المعرفه يبحث ويطبق
انا نقول لك احنا لعبنا كنا نلعبوا عمرنا ولا لعبنا بان سيستم دو جو مع كاع لي زيكيب. انا لعبت في اخر سنه تاعي كنت لعبت مع فريق بسكرة عند المدرب المحنك سعيد حجازي. فريق لعبوا مع 3-3، فريق لعبوا مع 3-2-1، فريق لعبوا على حسب القوه اللي عنده هو والقوه تاعنا احنا في الدفاع. فهمتني؟ احنا هذه المدرب الجزائري صار ما يلقاش الحلول لنفسه، يطبق لي ما هو اللي هو موجود عنده. 3-3 او 5-1 او يعني بكر لما نشوفوا المباراه الاولى في الدور الاول تنتهي ب 33-30 مقابل 22، وفي المباراه النصف النهائي شنو هي الامور اللي ربما اللي تغيرت في المنتخبين؟ هي باش كانت مقابله الثانيه تاعهم لا كانت المباراه الثانيه الثالثه الرابعه تاعهم هي باش تدخل في 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 خمسه المباراه الاخيره في الدوري على المرتبه الاولى صح. نعم. هي بالك كانت من جهه الدنمارك بالك كانت فيها دي كالكول بوسيبل. فرنسا ذاك النهار هذاك لعبوا احسن، وبالك الدنمارك كما نقولوا ما وراوش لي كارت تاعهم، ما داروش هذا التكتيك هذا في كاع المقابلات. بالك داروا يعني شويه دو تروا زاتاك بدلو، وهذه كاع نولي واش قلت لك في الديبار هاد الاوبسرفاسيون تاع لي زيكيب معرفه الخصم يعني هنا اللي اوبسرفاسيون توتال تاع ليكيب من فرنسا كيف يديروا يعني كل فرق الكبيره يديروا هاد لي زوبسرفاسيون. وهاد التحضير تاعهم ما داروش السمانه هذيك ما قلت سنه سنتين وما يخدموا هاد الخدمه هذه باش ويخدموا الفرق تاعهم البطوله تاع الدنمارك يخدموا تاني الفرق تكون الاستجابه من اللاعبين نفس هاد الاخر. كما قال رياض ما تقدرش تلعب كل مقابله بنفس الطريقه. نعم. ما تقدرش تلعبها، ما يعني يكون عندك لاعبين دي فوا تشوف لاعب تقول تاع لاعب هذا ماركا لي 10 وتسيتيرا نلعب عليه فريق لا لا فريق ماتش واحد اخر فريق باسكو ماركا 10 كي كانوا 6-0 ما يقدرش يلعب يقولوا ضد دفاع متقدم من المقابله الثانيه يلعب لاعب اخر يجيب لك كان زاف ناس يقولك علاه ماركا 10 ما لعبش المقابله الثانيه وبالك يخسر ماتش على كل حال. لكن هذه هي كما واش حكى لها رياض خصوصيه كل لاعب وخصوصيه كل فريق يعني وكل أمور يعني اللاعب اللي امور ولات علوم يعني لازم يلعب قدامه منه ومن سا ديبون لادفيرسير. كاين لاعب اللي يلعب باغ اكزومبل يلعب كونت 6-0 يلعب مع لاعبين اخرين احسن ولا اللي دوك اللي بالك يجيو هي راهي فيها في بزاف يعني تفكير والامور ما يديرهمش واحد ومغامره وهذه سي 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 سجو سور ماتش كورت يد ولا كورت قادم ولا الاخرين بلا لا سيونس ما تمشاش خلاص تمشاو يعني نحبوا نكرو سي 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 صعب من نبداها من لا فيديو لا ميديسين دو سبور وتزيد لا بسيكولوجي كلش يعني احنا كاينين بالك فرق ولا مدربين ما يمنوش بهذاك الشيء يعني ما وراو يعني الاوروبيين ولا هذيك تونس ولا مصر امور مدروسه كثير كثير كثير. انا نتسائل سؤال بركه احنا نقولوا 3-3 تاعنا حنايا رفع عليها القلم اليوم عطونا جواب او اليوم عطونا جواب اليوم عطونا هما طوروها برينسيب واحد اخر فيك دوت برينسيب بالبرينسيب واحد نقولوا البرينسيب تاعهم خاص بهم لان احنا جزائريين عندنا لي برينسيب يوم لعبوا 3-3 يقولنا احنا يا سيريفولي كانوا يقولوا لنا باللي خلاص دوكا سي بلون مونديال دي مونديال خلاص هي 3-3 حتى المدرب الفرنسي لو لعب يدخل سبعه قال لك كسر هاو قرا حتى المدرب ما تفطنش ولعبوا ثلاثه ووقفوا ماشي قال لعبوا خمس دقائق لعبوا الشوط الثاني كله يعني باش نفهموا احنا الجزائريين لازم عندنا شيء لازم نحافظوا عليه. كمل واش قال رياض المقابله الدنمارك مع سلوفينيا سلوفينيا دخلتين سبعه يعني بوكو طون واش دار داتومور يعني المدرب كاس افريقيا كان لعبوا 3-3 وما قال الدنمارك ما لقاوش يعني الحلول دا تيم اوت دخل ساتيان جوار رجع الدفاع تما الدنمارك جاو يعني كانوا قادرين يسجلوا هذو الحوايج يعني يتقراو في اثناء المدربين كامل قال قريب كاع عندهم اوريات وراهم مع الناس اللي راهم في التريبيون يعني الطاقم ما شاء الله ولا شفتوا كي يروحوا الشوط الاولي خلاص يحبطوا ربعه خمسه ناس من التريبيون يروحوا كاع الفيستير
لي لابتوب اللي عنده هذه هاوليك العمل يعني الجماعي وين ان شاء الله ان شاء الله احنا درس لينا احنا ربما باش ناخذوا كاين حاجه قبل ما ننساها برك بالك احمد تقول على فهمت عقلها درك كاين باش انت قلت على الناس تشوف كاين فريق واحد اللي عنده 10 ايام هو هنا ما هضرناش عليه الصحراء فريق اونطون سبورتيف جامعة راهم هنا عندهم 10 ايام راهم يشوفوا جابوا الفرق تاعهم جابوا شويه من بنجامين شويه من مينيم شويه من كادي وراهم هذه الرساله اللي وجهناها احنا في البدايه يعني طلبنا من فريق غير هذا اللي جا عنده 10 ايام هو هنا في الاخر بلي مويان تاعو بهذو يعني نقول لهم يعطيكم الصحه هذو اللي حبوا يخدموا هذا فريق جديد عنده قلاص سنتين اللي داروه كاينين اللي حبوا يخدموا باش نقول برك يعطيكم الصحه كي درتوا هذا الشيء ان شاء الله نروحوا للمباراه الثانيه ربما المنتخب الدنماركي الذي انهزم ب 21 مقابل 26 ضد المنتخب الاسباني نستمع لتصريحات المدربين بعد نهايه هذا المباراه الدنمارك لبنان je dois dire aujourd'hui c'est une victoire méritée pour l'Espagne dans le 60 minutes l'Espagne c'est la meilleure équipe plus fort que nous la décision pour la victoire je crois c'est en attaque nous avons mis beaucoup de tirs un contre un la situation avec le gardien et ça c'est le problème si tu ne fais 25 buts contre Spain tu n'as pas de chance pour une victoire ça c'est la raison mais ça c'est le sport aujourd'hui c'est sportif normal Mais je crois que nous allons discuter avec l'équipe dans la vestiaire parce que nous avons à demain une nouvelle chance pour une médaille. Et notre objectif à demain, c'est une victoire contre France parce que nous voulons quelque chose en métal. Ça, c'est normal. Ben, c'est un match très intéressant parce que l'Espagne il joue le 5-1 défense. Le Danemark aujourd'hui joue très bien 7-6. Je crois que c'est un match avec une décision dans la dernière ou les deux dernières, peut-être avec une décision les deux ou trois dernières minutes. Peut-être on va voir la finale avec une prolongation. Bueno, ha sido un partido muy difícil desde el principio. Ellos son un equipo muy muy bueno, tienen muchísimos buenos jugadores, pero bueno, hemos conseguido, yo creo que con todo el equipo. La verdad que es el mérito de todos, de los 16 y del cuerpo técnico. Nos ha salido un partido redondo y nos hemos podido llevar la victoria de estar mañana en la gran final. Bueno, la verdad que yo creo que han jugado muy bien ellos. Ellos tienen un equipazo, grandes lanzadores, extremos muy buenos, portero muy bueno. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido. Hemos preparado bien con vídeo y hemos analizado a los jugadores y ha sido yo creo la clave del éxito. Sí, la verdad que las finales siempre son difíciles. Dinamarca ha hecho un partidazo contra Francia que yo creo que era el gran favorito. Y la verdad que han jugado un partidazo, han explotado su juego 7 contra 6. Tendremos que estudiarles y ver si podemos llevarnos mañana la victoria. Pero bueno, las finales son para ganarlas, no para jugarlas. Sí, era un partido muy complicado. El pasado europeo jugamos contra ellos la final y llegamos hasta la prórroga. Y bueno, estamos muy contentos y mañana va a ser un partido complicado también, pero a ver si lo podemos sacar adelante. Sí, bueno, hemos trabajado mucho durante todo el verano, muy duro. Y ahora está viendo que estamos en un buen momento de forma y que podemos hacer grandes cosas. Nada, Dinamarca es un grandísimo equipo, ¿no? Ha metido ya Francia, no sé si de dos o de tres. Francia también es un equipazo, así que hay que salir con lo máximo y a ver si hay suerte. أمين ما درتناش ترجمات كفل بترجمة ما قاله اللاعبين بعد نهاية المباراة. شوف اللاعب الأول قال بأنه المنتخب الإسباني اليوم كان حاضر كان مركز أكثر مقارنة بالمنتخب الألماني قال بأنه اليوم واجهنا أحد الفرق أو المنتخبات المرشحة لنيل اللقب فاجأناها بفضل ربما اللعب السريع كان عندنا في الخلف حارس عملاق وصحيح نسبة تصديات اليوم أكثر من 10 بارات يعني محققة لتهديف وبالنسبة للاعب الثاني قال بأنه النهائيات على مستوى بطولة العالم وفي أي بطولة عالمية قال بأنها تربح ولا تلعب لا يهم اللاعب بقدر ما يتهم النتيجة وقال بأنه المنتخب الدنماركي أكيد ما دام أنه فاز على منتخب مرشح لنيل اللقب
فبالتالي المنتخب الدنماركي هو الاخر لم يصل لهذا الدور من فراغ، وانما حتى هو يستحق الوصول، وبالتالي ربما المباراه كما قال المدرب المنتخب الالماني قد تلعب في 60 دقيقه، وقد تشهد نفس مصير مباراه اسبانيا والمنتخب المجري عندما لعبت على مدار 70 دقيقه. شفعت على الحدث ما شاء الله عليك. امين نشيط. ربما بوب انت البارح رشحت يعني المانيا للذهاب الى النهائي، ماذا حدث؟ رشحت المانيا المنتخب الالماني، لكن قلت باللي تكون مقابله صعيبه وفريق اسباني يعني لا لا يعني بدون مباريات نربح فرهان يعني انا لعبت اسبانيا الدنمارك جو برون ريسبونسابيلتي مي قلتها يربحوا الالمان باسكو عندهم مي قلت باللي فريق الاسباني يعني فريق محترم كبير ويعني يستاهلوا هاد لا فيكتوار تاع اليوم، بصح كي نشوفوا المقابله كيف الالمان بداو يعني بقوه في 10 دقائق الاولى 12. معلومه فقط بوب ان المنتخب الاسباني سجل اول هدف في المباراه بعد 4 دقائق فاصل 30 ثانيه، كانوا يعني دفاع 6-0 يعني في قمه، وين الحارس اشاك فوا يعني كي كانوا يقدفوا 3 بلوك دو سويت يعني والحارس ما مس الكره، بعد نهارت ولاو باسيف يعني ولاو ماشي ما كانوش يبدلوا مع اللي كل وار تاعهم كانوا يخلوهم فيت، كان في اللاعب المحوري عنده ثغرات، عنده يعني دي بلاس فيت من اللور، كان رقم 2 من كل الجهات يعني اليسرى واليمنى ما كانوش يعملوا العمل تاعهم كما 10 دقائق الاولى 12 الاولى، وهذا كاع خلى الفريق الاسباني ياخذ ثقه وياخذ عليهم الفارق وتعليهم الافونتاج. وفي الهجوم الفريق الاسباني دار خطه يعني لعبوا 5-1، لكن كل ما مش عارف ليش ريماركيت شاك فوا يعني البيفو المحوري يخرج اللي يكون متقدم تاع اسبانيا يروح على رقم 7 غلقوا لهم يعني الجهه اليمنى تاع الهجوم تاع الفريق الالماني، وكان البيفو كان يرجع الكره على الجهه اليسرى وين كان اكثر لاعبين في الدفاع، لكن الفريق الاسباني استهل هذا الفوز هذا يعني لعبوا تري انتيليجون يعني واش قال المدرب الالماني نشاطروا فيه، وكما قال فيرم الاخر كاين غدوه ثاني ماتش تري امبورطون وين يقدروا ثاني يفوزوا المرتبه الثانيه كما داروها في البرازيل يواجهوا يعني فرق يعني كانت يعني هذا النهائي اللي كانوا الناس يقول لك نهائي فرنسا المانيا اكثر من نهائي دنمارك يكون نهائي المصغر فرنسا المانيا رياض يعني باختصار فقط لانه الوقت انتهى على يعني اسبانيا وشنو هو الاضافه ربما الامور اللي خلتها تتغلب على المانيا شهدنا ولو انه في الدقيقه مثلا ال 18 كانت هناك فرصه ربما للمنتخب الالماني باش يعاود يولي في المباراه يعني شهدنا مرتين يعني لما ضيع المنتخب الاسباني هو يدير اخطاء تكتيكيه يعني دخول بقوه او يعطي الحارس اعطى الكره احنا قلناها من الاول انه الفيزيوناج والتكتيك هو اللي طغى على الدوره بطولات العالم. اليوم الفريق الاسباني بكل اختصار يعني كل شفناها كلنا انهم كسروا لهم قوه تاع لاريير دروا اللي جري رقم 20 حتى هذاك رقم 20 رجع يدور يعني صح هو قصير وخفيف وعنده السرعه وعنده نضه يلعب مع الدائره شوف نحاولهم انه باش يشوتي نحاولوا باش يجري رقم 20 ونحلو انه يلعب مع الدائره وزادوا كانه الملعب فريق الاسباني حصر لا جاب خط يعني لاتوش اداها حتى للنص رجعوا يلعبوا ما بين لا يرقوش والديميسا والفريق حتى بدات فطن المدرب ولا لعب 6-7 وهم العشر الاخيره وهو حتى الدقيقه العشر الاخيره كما يقول بوبكر وهم عندهم شغله مليحه انهم عندهم حارس ممتاز مقابله في القمه. ثاني الفريق الالماني عمل اخطاء ما كانش مش يعني المستوى تاع اليوم مش عارف لا تشاطروني هنايا قلت قبل المقابله شكي كنت في المدرجات فريق الماني جا واحد ساعتين ل ساعتين ونص قبل المقابله قعدت
شاف المقابلة تاع فرنسا كومبلي يعني كاع المقابلة قاعد في النص قاعد نص واقف ممكن يشتت ذهن مع الجمهور وقاع خرجوا من المقابلة تاعهم فريق إسباني ما كانوش جاو شافوا شوية عودوا راحوا ما قعدوش وهذه حاجة الأولى فريق الإسباني لعب 5 مباراة وماشي يعني دي زيكسكوزا يعني دي تريك اللي يكونوا بالك يقدروا يأثروا شوية يعني على لكن الفريق الإسباني ما خلاش يعني بالتكتيك تاعو خلى اللاعبين الألمان يعملوا أخطاء يعني ماشي يعني الشوط الأول انتهى لصالح إسبانيا يعني 12 مقابل 11 وفي الشوط الثاني يعني الفريق الألماني خلاص نهار بعد الدقيقة 8 و10 تاع الشوط الثاني خلاص ما 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 كانش فريق يعني ما الحارس ما الحارس عمل غلطات كثير الدفاع ما كانش دفاع تاع الألمان معروف يعني الإسبانيول هما اللي خلاهم باش يلعبوا هكذا لكن ما كانش نهارهم اليوم كما قال المدرب هذا هو الرياضة شوف القدام ونحي شوف كوري مباشرة دخلوا في مباراة ترتيبية هضروا عليه معاهم كما قال في الفيستيار وكان عنده مقابلة قوية قوية جدا ضد فرنسا وفرنسا تحب تربح غدوة إن شاء الله يعني تكون فينال صغيرة يعني مصغرة كي نقول أدوار أنا دخلنا 12 تعليل 12 تعليل يعني اليوم يعني اليوم تكون مقابلة إن شاء الله إن شاء الله كان غدوة ربع مقابلات فريق تونسي يلعب و نعم مباريات ترتيبية. إذن مباراة النهائية ستجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب الدنمارك يوم غد إن شاء الله واليوم على الساعة 9:45 بقاعة حرش حسن وسيكون أيضا هناك حفل اختتام هذه الدورة التي احتضنتها الجزائر أمين شكرا لك شكرا تقوى غدوة إن شاء الله غدوة إن شاء الله حنشوف مباراة نهائي قوية خاصة على مستوى الأجنحة طارق هنذكرك نعم الموعد غدا إن شاء الله أيضا رياض شكرا لك في حاجة سريعة نعم. لأنه الوقت ندينا شوية 10:08 كفانا كفانا نصفروا في الليم ناسيونال تعم عيب فمنتخب فرنسي منتخب محترم بطل عالم يوقف ويسيفلو في الليم ناسيونال تخجل كلاعب كمواطن نخجلوا من لازم نخرجوا يجب احترام الضيوف يعني ضيوف تاعنا كامل الجزائر رساله لي الجزائري معروف يعني نعم. ضيف كرام الضيف نعم كرام الضيف لكن اليوم بعد مقابلتين تخلص المقابله جاوا يصفقوا عليهم الفرنسيين الشعب يصفر عليهم على كل حال نعم ان شاء الله ما نزيدو نشوفو هذا نقطة سلبية ربما في هذه المباراة نتمنى انه الجماهير تحفظ الدرس وان تحترم جميع ضيوف الجزائر في هذه الدورة وصلنا الى الختام مشاهدينا دمتم في رعاية الله وحفظها الشكر موصول ايضا لطاقم التقني بقيادة المخرج بلال كراش فوزي في هندسة الصورة والدين في هندسة الصوت اطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله